ايه ده يا شباب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ابلع! ايوه كده، خلينا نضيف. ايه ده يا شباب؟ رجعكم في فيديو جديد النهارده. فكره الفيديو بتاعنا حماس 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 جدا. انا بعتذر جدا جدا على اليومين اللي انا ما صورتش فيهم، او يوم اللي هو بتاع الرياكت، فانا بعتذر. فانا النهارده هنغير طبعا يا جدعان، قولوا رايكم في الفيديو بتاع السيت اب. ماشي يا جدعان، والله انا بتعب جدا اهو اهو. بصوا معايا بقى، بس على عليكم بس قدروا تعب ما غرجوش دي. اوكي، النهارده هنعمل رياكت على نفسي. هو مش رياكت على نفسي زي ما انتوا فاهمين. بص، احنا هنجيب احصائيات بتاعت القناة بتاعت ميمي تي في، اشهر قناة في العالم. اوكي، هنجيب طبعا على اللابتوب، هنكتب ميمي تي في عشان اشهر قناة في العالم تاني مرة. هنجيب طبعا ميمي تي في، ابلع ولاك، نجيب قناتي. اوكي ده كده، انا ما بعرفش اعمل تسجيل شاشه من على اللابتوب، فانا احط الكاميرا كده فحاول اظبطها ان شاء الله. اهو سلام، دي قناتي. طب انا هحاول بقى اثبتها وارجع لكم تاني. كده يا جدعان خلاص ثبتنا الكاميرا كله كويس اللي هو شايف. اوكي، نظرة عامة، احصاءات حول القناة كده يعني. طبعا 120 مشترك اهو. خلينا نمشي حبة حبة. عدد المشاهدات 146 اهو، 146. خلينا نعمل زوم كده عشان تشوفوا. واكتر مشاهدة بالساعات 2700 ما شاء الله. عدد مشتركون بلس 3. ايه ده مش حاول على كود. دعان فين الدعم يا دعان؟ الوقت خلينا هنا في الجزء ده كده. الوقت الفعلي 120 مشترك، انا دلوقتي 120. عدد المشاهدات اخر 48 ساعة 28. طب وحياة ربنا، هو البتاع ده مهنج ولا احنا؟ بص يا جدعان، احنا هنطلع فوق كده على طول. ماشي، هنا كده على الشمال شايفين السهم ده كده، حول اتظبط يلا. ايوه كده، هنعمل له ريستارت. كون جايز مهنج ولا حاجة. 28 برضه. طب ماشي احنا هنشوف بعد كده هيبقى ايه. ده نظرة عامة. ماشي، خلينا نعمل بس كده. ايه ده مش للدرجة. ايوه كده، نرجع تاني. تعال نجيب الجمهور عشان متفائل، عايز نعمل زوم برضو كده. ماشي، المشاهدون الفريق 61. ماشي، متوسط عدد المشاهدات لكل مشاهد 2000. المشتركين برضو بلس 3. انا ليه ما بشوف دي بضعف؟ بصوا يا جدعان كده، الوقت تعيد لي بقى. الوقت الذي يستخدمه فيه المشاهدون لا تتوفر بقى. ماشي، فيديوهات اخرى شاهدتها الجمهور في قناة اخر 7 ايام. احنا نعمل ايه المفروض؟ دوس عليه يعني يجيلي. وقت المشاهدون مشاهدة عم من مشتركيك. ايوه المشتركون، ايه ده؟ ايوه انا فهمت دي معناها ايه. دي معناها المشتركون 71%، يعني اللي متابعين قناته بيتفرجوا مش مشتركين. قول 27%. ليه يا جدعان؟ ليه يا جدعان احنا كام؟ 71%، واللي بيتفرج ومتابعنا 27%، يعني نزيدهم هيبقوا 100% اعتقد. ايوه يعني حاجة و90%. ليه يا جدعان؟ والله هنبقى مشتركين، يعني هيبقى حوالي 100 و
130 تقريبا. طب ليه يا جدعان؟ والنبي اعمل، والنبي 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 جدعان، انا ان شاء الله هعمل مفاجآت كتيرة، يعني زي هعمل مفاجآت ماشي، وحاجات كده كتيرة، حاجات كتيرة والله هتفرحكم. بس الأيام لسه جاية كتير حاجات، بس نبقى 125 وعملها لكم 130 كده، نزيد في المشتركين شوية. يلا تعالوا نكمل ماشي. اه جدعان انا مش متضايق، اهم البلدان يعني، البلدان اللي بتتابعني مفيش غيرها يعني، هو انا مشهور اوي هي مصر. ايه ده اهو، بصوا بصوا تحت، بصوا تحت المجموع، هي مصر مفيش غيرها. عدد المشاهدات في مصر يعني اللي بتتابعني 11% متوسط، واكتر مشاهدات بالساعات 2000 يعني، الناس بتفرق 2000 وقت الساعات. انا بصراحة دي مش فاهمة. طب خلاص يلا نرجع ماشي، يلا بينا نرجع. ايه تاني؟ التفاعل، وقت المشاهدات بالساعات 2000. اه يعني عندي 2700 مشاهدة على القناة، مدة المشاهدة ساعة و2%. الفيديوهات الافضل اداء، ايوه بقى كده، ايوه مكان سر التحديث بابجي 49 47 45 27 26. السيت اب لسه محدش اتفرج عليه، والاداء وحش. ليه ليه يا جدعان ليه؟ ده حتى صوره مصغره زي العسل ان شاء الله. اهم الفيديوهات حسب شاشه النهايه، يعني ايه؟ انا مش فاهمه بصراحه دي. ايه ده هنا اطلاع مزيد يعني كل واحد وايه؟ اهم قائمه تشغيل، اهم البطاقات، اهم انواع العمارة، مفيش غير ستار. ايه بقى ده؟ مرات الظهور 2000، ايه ده 200,000 و300. نسبه النقر الى الظهور لكل ظهور، عدد المشاهدات 146 في ايه بالظبط؟ في فيديو معين. مصادر صفحات القناة 37%. وقت مشاهدة النتائج والظهور ميمي تي في، ايه ده ميمي تي في 53%. القناة بتاعتي ايه ده عن تحت، زوم زوم طبعا على ميمي تي في. ايه اشرف رضا سيت اب، مش فاهمة. خلاص كده خلصنا الاحصائيات صح؟ كده يا جدعان خلصنا الفيديو. الاستهداف من الفيديو ده عبارة عن اللي انا عايز اوريكم احصائيات القناة بتاعتي عشان تدعموني وكده، ده الهدف من الفيديو ماشي. بريت تدعموني والله انا زعلان. متنسوش بقى اللايك والاشتراك، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.